التواصل يستمر أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. هذه انطلاقة شوطنا المخصص للزمول من مسافة 6 كيلومترات. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. بدايتنا مع المركز الأول ومن يحتل الصدارة، هذا هو معجز تعود ملكية العبيد بن حمد بن بريك بن لحيمر المري، من يتواجد مع المركز الأول مع معجز في هذه اللحظات. بينما يليه على المركز الثاني هجران تعود ملكية لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، من يأتينا ويحتل المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث ويتقدم هنا في هذه اللحظات سراب حمد بن راشد بن محمد بن صفوة، من يتقدم على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع ومن يتقدم على رابع المراكز، هذا هو عرين تعود ملكيته لمحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر على المركز الرابع. نتابع المركز الخامس، الوصول من والتقدم من صفوان تعود ملكيته لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، هو من يحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا للمراكز المتقدمة الأولى، أذعناها على حضراتكم. نعود مجددا إلى مقدمة هذا الشوط، شوف التغيير اللي حصل على المركز الأول من قبل هجران. هجران هو من يحتل المركز الأول لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك مع مقدمة هذا الشوط، ومع المركز الأول. بينما يليه على ثاني المراكز يتقدم مرموق، يتقدم مرموق على مستوى المركز الثاني. تعود ملكيته لسعد بن عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن من يحتل المركز الثاني، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات. شوف الدخول والتسلل من سراب حمد بن راشد بن محمد بن صفوة، يغير ولكن غير بن عسيكر، أغير بن عسيكر على مستوى المركز الثاني مع عرين. عرين لمحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر من غير إلى المركز الثاني وفي طريقه إلى المركز الأول. ناخذ المركز الرابع اللي يتسلل في هذه اللحظات بدوره إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. يصل صفوان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، هو من يحتل المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس اللي يتراجع فيه قليلا مرموق سعد بن عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن من يحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا الثانية مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المشاركة معنا والمتقدمة في عالم الإذاعة في هذا الشوط الأول للزمول. يا سلام يا سلام، القيادة معاك يا ابن عسيكر مع عرين، محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر مع عرين مع المركز الأول، يتمسك في الصدارة هنا بن عسيكر، يتقلد زمام الأمور، يتقدم هذه الأسماء في هذا الشوط الأول للزمول. يا سلام، ولكن هجران، هجران يحتل المركز الثاني. عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك ياتينا ثانيا، يتحرك صفوان، صفوان ياتينا على مستوى المركز الثالث مع شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، هو من يأتينا ويحتل المركز الثالث. المركز الرابع ياتي بن الصفوة، من يأتينا ويحتل المركز الرابع، يتقدم مع سراب حمد بن راشد بن محمد بن الصفوة، يأتينا على المركز الرابع. خامسا اسم جديد ينضم إلينا في هذه اللحظات، هذا هو مشاقب، ياتينا ويحتل المركز الخامس. تعود ملكيته لمحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، هو من ياتينا مع مشاقب على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة 3 كيلومتر تنقضي ويتبقى لنا مثلها في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء، ولا ندري لمن الناموس، ما ندري لمن الناموس من هذه الأسماء التي أدعناها على حضراتكم. نعود إلى مقدمة الشوط،
نعود إلى عرين، عرين مع المركز الأول، عرين يتقلد زمام الأمور، يقود هذه الزمول غيادة حكيمة معاك يا بن عساكر، محمد بن سالم بن محمد بن عساكر مع المركز الأول ومع الصدارة. يا سلام، بينما يأتينا على مستوى المركز الثاني هجران عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، بينما يأتينا على المركز الثالث الوصول من صفوان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من يأتينا على ثالث المراكز وعلى المركز الرابع الوصول من مشاقب محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، يأتينا على مستوى المركز الرابع بن الصفوة وشعاره، يأتينا مع سراب حمد بن راشد بن محمد بن الصفوة على مستوى المركز الخامس. هذه الأسماء، هذه الأسماء دعناها على حضراتكم، ولا ندري لمن الناموس، ناموس الزمول، لمن من هذه الأسماء سيكون مدونا باسم من من هذه الأسماء التي تشاهدونها على شاشة قناة الريان الفضائية وعبر الانستغرام مباشرة. الله يا ابن عساكر، ابن عساكر مع الكيلوين الأخيرة، كيلوين تفصلنا عن خط النهاية، وابن عساكر مع المركز الأول هنا مع مقدمة هذا الشوط، مع الصدارة مع عرين، عرين محمد بن سالم بن عساكر مع المركز الأول، هجران على المركز الثاني عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك، هنا صفوان، ولكن شوف التغيير، يصل الدعية، يصل مع مشاغب محمد بن علي بن سالم الدعية، يغير يغير إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، يغير في هذه اللحظة مع مشاغب وعلى المركز الرابع اللي غير إلى المركز الثالث، هنا صفوان لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وعلى المركز الخامس. يصل ويتقدم هنا سراب حمد بن راشد بن محمد بن صفوة هنا على المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة مشاهدين الأفاضل، والمقدمة لازالت مع عرين، عرين لمحمد بن سالم بن عساكر مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط، ولكن وصلوها للطلايب يا ابن عساكر، وصلوها للطلايب. يصل مشاغب، مشاغب لمحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية مع المركز الثاني، وراه يتحرك يتسلل ويريد التسلل في هذه اللحظات، الوصول والتقدم في هذه اللحظة من صايب لمحمد بن حسن الكعبي، يصل صايب ويتحرك على مستوى المركز الثالث، هذا اللي ما ضاق طعم الهزيمة، نعم هذا هو صايب، لم يذق طعم الهزيمة هنا في هذا الميدان، ميدان البصير، نعم نعم هذا هو صايب، يصل المرشح الأقوى ويصل في هذه اللحظات ويتقدم أيضا، يتقدم هنا مشاهدينا الأفاضل، هنا يصل فلاج، فلاج المبارك بن حمد بن مبارك النابت، ولكن نعود مع الدعية، مع الدعية وشعاره، مع مشاغب، مشاغب مع المركز الأول، مشاغب مع الصدارة، مشاغب مع شعار الدعية، مع شعار الدعية، صايب يصل مع شعار الكعبي على مستوى المركز الثاني، يتحرك بن عساكر على مستوى المركز الثالث، بن هاملة على المركز الرابع، المسند على المركز الخامس، ولكن مشاغب مع محمد بن علي بن سالم بن سليد الدعية، ولكن غير صايب يغير مجريات هذا الشوط، صايب صاحب هذا الشوط في المحلي الماضي، ها هو يصيب الهدف معنا بهذا الشوط، صايب لمحمد بن حسن بن عيسى الكعبي مع ناموس الزمول، مع ناموس شوط الزمول، يا سلام، الشوط الأول المخصص للزمول أيضا يدون من نصيب صايب، تهانينا لمحمد بن حسن بن عيسى الكعبي على هذا الناموس. المركز الثاني عرين محمد بن سالم بن محمد بن عساكر، المركز الثالث يصل مشاغب محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، المركز الرابع الوصول من فلج المبارك بن حمد بن هاملة، المركز الخامس يصل على المركز الخامس سراب لحمد بن راشد بن محمد بن صفوة. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول
صايب إلى خط النهاية قاطع مسافة 6 كيلومترات في زمن مقداره 9 دقائق 40 ثانية 44 جزء من 2 ثانية والناموس